لسه زعلانة مني؟ خلاص مفيش حاجة. لا طالما ما ضحكتيش يبقى لسه زعلانة. بالرغم من كل اللي حصل بس لسه باقي لك حاجة جواك. انت ايه اللي جابك هنا؟ جاي اديكي هدية. مش عايزة منك حاجة، امشي اطلع بره. لا مش همشي غير لما اديكي الهدية دي، هتعجبك قوي. ايه ده؟ ايه اللي بتعمله ده؟ تجننت؟ كنت فاكر انك هتفل بعملتك انت وعشيقتك؟ عندي منه نسخ كتير. رهنت على الحصان الخسران يا خالو. السبب في موتها؟ بعد ما فضلتك عن كل الناس وامنتك على حياتها تبقى انت السبب؟ لا انا انت كذاب، كلكم كذابين، امشي اطلع بره، سيبوني في حالي. انت ليه عايز تعمل عداوه بيني وبينك؟ ليه عايزني اكرهك؟ انتوا اللي ابتديتوا انت وست الحسن والجمال بتاعتك، ولا فاكرني هنسى موضوع البلطجيه اللي بعتهم عشان يسرقوا الالماس وتخلصوا مني؟ ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ انا اعمل كده برضو؟ ما هي اكيد حنان مش هتفكر كده لوحدها. نصيحه مني يا خالو، الاربعين فص الماس يرجعوا يا كده يا اما لا هيهمني لا قريب ولا غريب. تاني الماس؟ ده انسان كذاب، انا معرفش ايه الغل والحقد اللي فيه ده. غل ايه وحقد ايه؟ ما عارف ان انا بحبك عشان كده مستكتر عليا ان انا اسيبه وابص لك انت، وعايز يخرب علينا باي شكل. ايه الكلام اللي بتقوليه ده؟ هو انت فاكر ان حاتم ده ملك؟ تقصدي ايه؟ اقصد انه حاول معايا اكتر من مره وانا كنت بصده وما برضاش اقول لك عشان ما تعملش مشاكل. النجل الجبان. معلش يا حبيبتي، حقك عليا انا، ما تزعليش مني. انا بس اللي مزعلي انك شكيت فيا، لكن انا بصراحه عذرك عشان عارفه قد ايه المشاكل اللي بينك وبين هايدي. بس ان شاء الله يا حبيبي المشاكل تتحل، وبكره الميه ترجع لمجاريها، وبكره تقول حنا قالت. ان شاء الله يا حبيبتي ان شاء الله. قلت ميرسي يا روح.